في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. كتير من الناس بيفتكروا ان الانسان الطيب العلنياته عبيط، بيفتكروا ان طيبته ومعاملته الحلوة مع الناس سذاجة، وان اي حد ممكن يستغل طيبته لمصلحته، وفي النهاية يصبح هذا الانسان الطيب ملطشة. بس مش ملطشة القلوب، لا، ملطشة في شغله، مرمطول لاصحابه، وكل ما حد فيهم يتزنق في حاجة يروح له ويرميها عليه بدون ما يفكروا في يوم يتعاملوا معاه بالمثل ويقفوا معاه في اي موقف يحتاج لهم فيه. وفي يوم حبيت كده دردش معاه واحنا خارجين من الشغل وسألته: على فين يا ابو عزيز؟ مروح البيت ولا تحب تيجي معايا اعزمك على غدا في مطعم جديد حلو فتح في الشيخ زايد؟ لا معلش يا عمورة، ولا انا والشيف اخوي طول عمرك صاحب واجب ومدع والله، بس انا لازم اصلي اروح اجيب شادي ابن زميلنا عبد السميع عبد شافي من مدرسته واوديه البيت بعربيتي، لان عربية عبد السميع عطلانة وكمان مامته مش فاضية بصراحة، راح للكوافير يا سيدي عشان فرح بنت خالتها النهاردة. رسول برضو الواحد يساعد اصحابه في زنقتهم، ربنا يكون في عونهم يا اخي. تصدق يا عمورة، والله والله فرحت جدا لما عرفت ان بنت خالت مرات عبد السميع اخيرا هتتجوز، اصلها كانت عنست بعيد عنك وما بيعيش لهاش عرسان، وعبد السميع بصراحه ياما كلمني اشوف لها عريس، يلا هي اخيرا جالها عدلها، كهرباء شريسيون قد الدنيا الحمد لله. وطبعا بعد ما زيزو بطيبة قلبه المعهودة يجيب شادي ابن زميلنا عبد السميع من مدرسة، ممكن جدا مامته تطلب منه يقعد يذاكر له في البيت عشان هي هتكون مشغولة بفرح بنت خالتها اللي عنست، وعشان كمان بابا شادي الله يكون في عونه قاعد جنب عربيته اللي بتتصلح عند الميكانيكي. وعادي جدا ممكن صاحبنا زيزو الطيب تكون عنده في اليوم طلبيتين خدمتين بيعملهم لاصحابه عن طيب خاطر، والله طيب خاطر، ومن غير ما يحسسهم انه بيعمل لهم جميله كبيره او حتى بيمن عليهم. وعادي برضو ان طيبه اخونا عبد العزيز ممكن تطبع الناس فيه وتخليهم يستغلوا طيبته بشكل سيء جدا. ممكن عيب عموره خدمه صغيره كده اخويا، ممكن يعني يتكلم زميلنا عبد السميع تفكروا بس بال5000 جنيه اللي استلفهم مني من 6 شهور عشان يصلح عربيته، اصله كان قال يعني انه هيرجعهم بعد شهر وللاسف ما رجعهمش لغايه دلوقتي. انا قلت جايز يعني كان مزنوق ولا حاجة فما طلبتهمش وسبته براحته، بس الحقيقة انا مزنوق لازم اسدد الفلوس دي لعمي اللي في الكويت، الراجل يشكر بصراحة والله انه سلفني الفلوس دي، كل ده عشان افك سنقة عبد السميع. يا ريت والنبي يا عمر تبقى تفكر عبد السميع يرجع الفلوس احسن، انا مكسوف جدا اطلبها منه. ممكن يا عمورة؟ جزاك الله خير يا عمور، وربنا يكرمك وما يحطكش في ديها اخويا ابدا. وزي ما انتوا سامعين كده زيزو الطيب بيطلب فلوسه وهو مكسوف ومحرج، وزميلنا عبد السميع ضارب طناش وعامل نفسه من بنها ومستهبل، وست شهور كامله ومدكن على فلوس الراجل اللي استغل طيبته وسيء فيها. ولما لقيت الناس بتستغل طيبه زيزو بالشكل ده قلت اكلمه وانبهه واحذره من النصابين اللي بيضحكوا عليه. لا عمور لا لا ما تقلقش اخويا، أنا واخد بالي وعارف إن الناس بتتعشم في الواحد بزيادة يعني وبتطلب خدمات أحيانا من باب الطمع والاستغلال يعني، لكن عايز أقولك إني بعمل ده والله ومش عشان عايز منهم أي حاجة، أنا عشمان بس في كرم ربنا وإنه يكملها معايا بالستر، وكل اللي عند ربنا ما بيروحش يا عم عمرو، وهو اللي شايف ومطلع على القلوب. واطمن اطمن أخويا أنا مش عبيط وما بعملش أي حاجة للناس غصب عني، وإذا كانوا هم فاكرين كده سيبه، مش المثل بيقول اعمل الخير وارمي البحر؟ اديني برمي وعوضي على الله. ها بقول لك يا عمور ما ترمي انت كمان، بقول لك ما تيجي ترمي معايا. وطبعا مهما الواحد حاول يعمل خير ويرميه البحر زي ما زيزو بيعمل مش ممكن تقدر تجاريه في طيبته وتسامحه. وهتستغربوا لما اقول لكم ان كل اللي حاولوا يستغل طيبه زيزو فشلوا، خصوصا لما يستلفوا منه وما يرجعوش الفلوس، فغالبا حد تحصل له مصيبه او يفاجئ ان عبد العزيز ربنا جاب له حقه
وأكرمه بطريقة غير متوقعة خالص. ما عرفتش اللي حصل يا عمورة، مش الخمس تلاف جنيه اللي أخدهم مني عبد السميع رجعولي؟ قال يا سيدي مدير الشركة لما وصلوا الموضوع ده وعرف إن عبد السميع بيماطل في صدد الفلوس، قام حاجز على الأرباح السنوية بتاعته ورفض يديها له إلا لما يسدد أولا الفلوس اللي عليا. وعرفت يا معلم إن المدير بستفه واداله بالمناحي خيار وحذره يستلف فلوس تاني، وطلبني النهاردة سلمني الفلوس وعليها بوسة يا باشا. مش قلت لك يا عمورة إن اللي عند ربنا ما بيضيعش؟ أنت بس تعمل الخير وترمي الروح هتلاقي البحر مغرقك لولي ومرجان وجندفلي واللازم منه ويمكن صبيت كمان. بعد اذنك بقى، اصل انا اتاخرت على درس الواد شادي ابن عبد السميع، بذاكر له جغرافيا يا سيدي، ابو جاهل في الجغرافيا بعيد عنك، والواد متشعلق في رقبتي وخايف يسقط. ها يلا فوتك بعافيه يا حبيبي، سلام. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغاية نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.